بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، اللهم وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحب وترضى. يا رب أدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين مسلمين غير خزايا ولا مفتونين، مع كمال الإيمان والإسلام والإحسان يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اكفنا ما أهمنا واستر عيوبنا. اللهم يا رب العالمين علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يا رب العالمين خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم أعنا على ما أقمتنا فيه، ووفقنا فيما أقمتنا فيه بما أقمتنا فيه، وخذ بأيدينا إليك مما أقمتنا فيه بما أقمتنا فيه، ولا تحجبنا عنك يا رب العالمين. خذ بيننا وبين غيرك حتى لا نشاهد في الكون إلا أثر إحسانك وبرك. افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وبارك لنا في ذريتنا وآبائنا وأمهاتنا وأمتنا يا رب العالمين، وارحم المسلمين أجمعين، وشفع فينا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وصل وسلم وبارك عليه صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا رب العالمين. وألهمنا شكرك وحمدك وذكرك كما ألهمتنا النفس يا رب العالمين، في كل لمحة ونفس يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقارئ أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. وبدأنا فصل في بيان أحكام الخيار في البيوع في الخميس الماضي، وقلنا أن الخيار في البيوع وهو اختيار نفوذ العقد أو عدم نفوذ عقد البيع، والخيارات عند الشافعية ثلاثة اختيارات لنفوذ البيع أو فسخه، إما يسمى خيار مجلس أو خيار شرط أو خيار عيب، يعني أنت بالخيار ما دمت في مجلس العقد ولم تنصرف من مجلس العقد، أنت مختار أن تنفذ العقد أو لا تنفذه، هذا ما بين طرفي العقد هو البائع والمشتري. حتى الناس العام يقول لك ما بين البائع والشريف افتح الله، يعني طول ما هم قاعدين في مجلس العقد في أي لحظة ممكن إيه يفسخوا العقد، ما فيش لزوم للعقد طالما ما زالوا في مجلس العقد. البيعان، الحديث كده، حديث النبي يقول ايه صلى الله عليه وسلم، البيعان بالخيار، بالخيار يعني مختارين في نفوذ العقد وعدمه، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ادي خيار المجلس. فطالما هم لسه ما تفرقوش يبقى ما زال عندهم اختيار نفوذ العقد او فسخه او اقالتهم او عدم النفوذ، يعني بلاش نعبر بالفسخ لأن الفسخ يعبر عنه بعد انعقاد العقد، لكن لا نعبر بالفسخ، يعني النفوذ أو عدم النفوذ. فإذا صدق وبين بورك لهما في بيعهما، ده بقيت حديث النبي اللي في البخاري، فإذا صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وخان محقت بركة بيعه. يبقى احنا قلنا خيار المجلس ده طالما المجلس منعقد في اختيار بين طرفي العقد ما لم يتنازل احدهما عن اختياره، افرض البائع اعتبر نفسه ان العقد لازم، يبقى خيار المجلس متعلق بالمشتري دون البائع، المشتري له انه ينفذه او لا ينفذه. وقلنا ان التفرق يكون عند الشافعية بالابدان لا بالاقوال، التفرق في مجلس العقد يكون بالابدان، يعني لما يخرجوا من مجلس العقد. لكن افرض ان احنا قاعدين بنعمل مجلس العقد في حجرة،
وقاعدين في الحجرة دي 3 4 ساعات وما خرجناش منها، واتكلمنا في شتى المواضيع بما فيها هذا العقد، يفضل ده اسمه مجلس عقد طالما داخل الحجرة لما نفترق بالأبدان. لكن بعض المذاهب الأخرى غير الشافعية اعتبروا أن الفرقة تكون بالأقوال، يعني لو دخلنا في موضوع تاني يبقى العقد نفذ. لو اتنقلنا اتكلمنا في موضوع، يعني قلت لك تشتري عربيتي ب60,000 جنيه، قلت لي أنا ما عنديش مانع، هي مواصفاتها هي كذا وكذا وكذا، خلاص أنا موافق. بعد كده أقول له شوف ده أنا ابني محمد خطبنا له واتجوز، وأنت ابنك عمل إيه اللي كان في الكلية؟ يقول لي ده اتخرج. دخلنا في موضوع تاني. أو في بعض المذاهب يقول لك طالما دخلنا في موضوع تاني يبقى العقد تم وتمت الفرقة خلاص. الفرقة بالأقوال. لكن الشافعية لا. الشافعية عندهم ما زال العقد منعقد وما زال خيار المجلس موجود طالما احنا لسه قاعدين قدام بعض في الحجرة ما خرجناش. فممكن في أي لحظة بعد ما نتكلم في كل حاجة أقول له والله أنا غيرت رأيي مش عايز أبيع العربية بقى. أو أنا مش هبيعها ب60,000 أنا عايز 70,000. يقول لي لا انا مش موافق خلاص ما تمش حاجه، كل واحد في حاجه. واضح؟ يبقى الاختيار المجلس عند الشافعيه الفراق فيه يكون بالابدان لا بالاقوال. كويس؟ طيب افرض حصل فراق بالارواح، يعني احد طرفي العقد مات، ينتقل الخيار للورثه. ينتقل خيار المجلس للورثه. طيب افرض واحد من طرفي العقد في مجلس العقد اتجنن، أو جات له جلطة دخل في غيبوبة، نقلوه المستشفى ذبحة فجأة، يعني حاجة حصلت طارئة، ينتقل الإيه الاختيار للإيه للأولياء، اختيار المجلس ينتقل للأولياء. واضح؟ فإحنا إيه وقفنا عند هذا المعنى ونكمل بعد ذلك. فبيقول إما بتفرق المتبايعين اللي هو البائع والمشتري ببدنهما، يبقى احنا عندنا ايه الفراق او بالابدان، بخلاف تفرقهما بروحهما او عقلهما. الروح يعني الموت، يموت احد طرفي العقد، والموت ده ممكن يحصل فجأة في اي لحظة لاي واحد. او عقلهما انه يجن مثلا او يوصف بغيبوبة او نزيف في المخ او اي حاجة، ففقد عقله، فقد تمييزه، فقد القدرة على الكلام، اي حاجة من هذا. فلو مات أحدهما أحد طرفي العقد انتقل الخيار لوارثه. طب افرض الورثة متعددين، يبقى كل واحد برضه يختار ولا يتم العقد إلا إذا اتفقوا جميعا كل الورث، وإلا يبقى العقد كأن لم يكن. انتقل الخيار لوارثه ولو عاما. كويس؟ لان افرض الوارث كان مسافر، ابوه مات فجأة في العقد، والوارث ده كان مسافر جه بعد سنة لسه خيار المجلس عنده. واضح؟ على ما يجي نعرض عليه يفضل الامر موقوف، يفضل العقد موقوف واقف النفاذ. كويس؟ لحين ما يجي الوارث. الوقت طبعا الصور دي مش هتبقى موجودة، لان الوقت بالموبايل وبالاتصالات في لحظة تعرف تجيب كل الموافقات تنفذ وتعمل. الصور اللي ما كان زمان ما فيش اتصالات، لو مسافر في بلد بعيدة لازم ينتظروا عدة شهور على ما يجي، ما فيش أي وسيلة للاتصال. وبالتالي يبقى الفقه الحديث هيبقى فيه أيسر من هذه النماذج، لكن دي نماذج قديمة لأن هناك الاتصالات كانت صعبة. فلو مات أحدهما انتقل الخيار لوارثه ولو عاما، والعبرة في حقه بمجلس العلم. ويبقى خيار المجلس بالنسبة للوارث مش مجلس العقد، ده مجلس العلم بالعقد. يعني وصل له الخبر بأن أبوه قبل أن يموت كان اتفق على بيع المنزل ب1,000,000 جنيه مع فلان الفلاني، فمات في مجلس العقد وهو عرفه بعد عدة شهور، يبقى مجلس الخيار بتاعه هو مجلس العلم ده. ساعتها في المجلس ده ساعة ما علم ينفذه أو يبطله. واضح؟ يبقى العبرة بمجلس العلم بقى مش بمجلس العقد، ده إذا انتقل للوارث. واضح؟ والعبرة في حقه بمجلس العلم ولو تعدد الوارث. واحد ساعات يسيب ورثة كتير،
يسيب أبناء ذكور وبنات ويسيب زوجة، وقد يترك أب وأم عايشين لسه، فيبقى الورثة يبقوا متعددين. في الحالة دي يبقى إيه؟ لم يبطل خيار أحد منهم إلا بمفارقة جميعهم مجلس العلم، يعني لازم بالإجماع، بإجماع الورثة. لو واحد بس شاذ خلاص ما يتمش العقد، واضح؟ ولو جن أحدهما، هنا بقى الصورة الثانية اللي هو اللي حصل إيه، الفرقة بالعقل، جن أحدهما أو أغمي عليه أو دخل في غيبوبة أو أي حاجة من الحاجات اللي إحنا إيه بنشوفها دلوقتي. ولو جن أحدهما انتقل الخيار لوليه، لأن طبعا المجنون بيبقى إيه بينتقل تصرفه لوليه، لأن إحنا عارفين إن حرية التصرف منوطة بالعقل. افرض فقد عقله، ينتقل التصرف فيما يملكه إلى الأولياء، واضح؟ كذلك نفس الحكاية، لو واحد مثلا أصيب بإغماء أو شلل أو جلطة ففقد إيه عقله. والوقت بيحصل إيه أمراض كده بتيجي للناس في الشيخوخة، بتلاقيه يحصل له نوع من الخرف، وهو يكون راجل من أصحاب الملايين، وبعدين صار يعني جاله بسبب الشيخوخة خرف، فما بقاش مدرك ما حوله، ولا أولاده، ولا ما يصلحه، ولا ما عايش في الدنيا كده، على يعني حياة بدائية خالص، يا دوب بياكل ويشرب وينام وخلاص. أو ده بينتقل التصرفات فيما يملكه إلى أوليائه يتصرفوا، لكن مش ورثة لسه لأنه عايش، مش لكن هيتصرفوا في ماله بالنيابة عنه، بالنيابة عنه، واضح؟ ولو جن أحدهما انتقل الخيار لوليه، ومثله الإغماء، مثل الجنون الإغماء في الحكم، كما في شرح الخطيب اللي هو الخطيب الشربيني، ليه شرح برضه على ايه؟ على كتاب غاية الغاية والتقريب، مسميه الإقناع، باين مسميه ظن الإقناع الخطيب الشربيني، وشرح الرملي، والإمام الرملي له شرح برضه. وفصل بعضهم حيث قال: إن رجي إفاقته انتظر. افرض بيصيبوا إغماء شوية كده ساعة، زي في ناس بيجي لهم عندهم صرع كهرباء زيادة في مخه، فتبص تلاقيه يجي له إغماء كده بتاع نص ساعة، وبعدين يهوله شوية تلاقيه فاق بعد كده وبقى في كامل عقل، زي بعض الناس اللي عندهم كهرباء زيادة صرع. يبقى إذا يرجى إفاقته ينتظر، ما ينتقلش الحد، ننتظر، لأن إحنا عارفين من العادة إنه الراجل ده بيجي له المرض ده وإيه وبيغمى عليه كده ساعة نص ساعة ويفوق تاني، واضح؟ إن رجي إفاقته انتظر، وإلا قام الولي مقامه، وإن لم يرجى يعني إفاقته يبقى قام الولي مقامه. والخرس كالإغماء، افرض جات له جلطة فقد النطق، فقد النطق، فبنقول له ننفذ العقد ولا ما ننفذوش، مش عارف ينطق، تقوم تحل محلها الإشارة المفهمة، الإشارة المفهمة، يشير أو بالكتابة، يبقى الكتابة تحل محلها والإشارة المفهمة، واخد بالك؟ والخرس كالإغماء إذا لم تفهم له إشارة ولا كتابة، يبقى الإشارة والكتابة تحل محل النطق. طب افرض لما بيعرفش يكتب، أمي لا يقرأ ولا يكتب وفقد النطق، يبقى إشارة مفهمة. طب مش عارف يشاور، إشارة مفهمة، لأنه حديثي عهد بخرس، الأخرس اللي بقاله سنين بيكون متعود على الإشارة المفهمة وخلاص يتكلم عادي بالإشارة، لكن اللي بيفقد النطق فجأة بيبقى ما بيعرفش يشاور إشارة مفهمة، واضح؟ يبقى في الحالة دي حكمها حكم الإغماء، ينتقل لمين؟ لوليه. والذي في شرح الرملي أنه ينصب الحاكم عنه نائبا، الإمام الرملي قال الحاكم ينصب عنه نائب يقوم بمقامه بما يصلحه يعني في العقد، بالنيابة عن الحكومة يعني، حينئذ زي مثلا المجلس الحسبي اللي عاملينه عشان الايتام في مصر، ما هو دي عاملين المجلس الحسبي اساسا ايه؟ علشان يقوموا لمصلحه اليتيم من خلال الاوصياء، لحسن احد اوصياء اليتيم يتصرف تصرف يضر باليتيم، يقوم لازم يروح للمجلس الحسبي. يبقى هنا الحاكم ان نصب وموظفا يقوم بمصلحه ايه؟ هذا الانسان، واضح؟ من خلال اوصيائه حتى لا يساء استخدام حقه، واضح؟ زي احنا مثلا في دلوقتي في بعض البلاد لما قل الشهود العدول، دلوقتي انت ممكن تجيب شاهد تديله 50 جنيه يحلف بجميع ايمانات المسلمين انه شافوه وما شافش،
مش كده برضو؟ بقى الشاهد العدل مش موجود. عملنا ايه في الزمن ده لما تغيرت شؤون العدول؟ عملنا حاجه اسمها الشهر العقاري. الشهر العقاري ده يعمل ايه؟ بتروح هناك توثق العقود علشان ما تحتاجش شاهد، تقوم تجيب له الوثيقه من الشهر العقاري دي تقوم مقام الشهود. واضح؟ يبقى حل محل الشهود العدول الشهر العقاري، مصلحه حكوميه قام بها الحاكم لاحتياج الناس لها بسبب انتشار شهود الزور. يبقى احيانا الحاكم يتدخل عشان يصلح، لان الحاكم اساسا من ضمن وظائف الحكم ان هو يقيم العدل بين الرعيه، وان هو ينظم للناس معايشهم، ويمنع ان القوي ياخذ حق الضعيف وهكذا. عشان كده في ناس مثلا مخهم ضحل يقول لك هو الشرع العقاري ده يعني في الدين؟ يا اخي ليه ما بيحكموش بما انزل الله يا اخي؟ طب ما هو ده في الدين، هو ده في الدين، لانه ما بقاش في شهود عدول. مش ممن ترضون من الشهداء، مش ربنا بيقول ممن ترضون من الشهداء؟ ما فيش حد نرضاه دلوقتي من الشهداء، ما بقاش في شهود عدول. نعمل ايه؟ الحاكم يوقف مصالح الناس ويوقف توثيق الملكيات ويوقف العقود، توقف الحياه عشان ماتوا الناس اللي عندهم صدق وامانه، ولا تسير الحياه بطريقه اخرى تناسب الناس؟ فقام الحاكم ايه؟ اضطر يعمل حاجه اسمها الشهر العقاري، يعمل حاجه اسمها المجلس الحسن. كان زمان الناس ما تاكلش اموال اليتامى لوحدها كده ديانه، لكن انتشر الفساد وبقوا ياكلوا اموال اليتامى، يعمل لك المجلس الحسن عشان يحافظ على اموال اليتيم وهكذا. يبقى المجلس الحسن من الدين، الشهر العقاري من الدين. فهمتني ازاي؟ ليه؟ لانه هو يحق الحق، والدين جاء باحقاق الحق، فكل وسيلة تؤدي إلى مقصود الشرع تكون من الدين. واضح؟ فما فيش واحد يقول لك أصل الشرع العقاري ده بدعة، ما كانش أيام النبي ولا أيام سيدنا عمر ولا أيام سيدنا علي. بدعة بس مطلوبة. هو جديد بس مطلوب. طب ما كانش في سجن أيام النبي وسيدنا عمر بنى السجون. مثلا لما طرأت الحاجة إليها بنوها. واضح؟ ما كانش في تدوين للجيوش. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حي على الجهاد، يجوا الجند على طول. مش متأيدين كده. جاء سيدنا عمر عمل أيد الجند، وعلشان يخرج 4 شهور ويجي أجازة لأهله عشان ما يغيبش عن أهله أكتر من 4 شهور، لأنه عرف. سأل ستنا حفصة إيه أقصى مدة تتحملها المرأة بغياب زوجها عنها؟ قالت 4 أشهر. فراح أصدر قرار إن كل الجند يتكتب أسمائهم ويتكتب تاريخ خروجه من بيته للجهاد عشان يعود بعد 4 شهور. كل الحاجات دي ما كانتش ايام النبي، لكن مطلوبه. لما طرأت الحاجه اليها تبقى مطلوبه. ما نجيش بقى بالمخ الضيق بتاع ايه يقول لك كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، يقوم يطلع لك كل حياه الناس دلوقتي بدعه وضلاله. لا، لازم نشوف مقاصد الشرع كيف ننفذها مع تغير احوال المكلفين، لان احوال المكلفين بتتغير، وكلما تغيرت احوال المكلفين طرأت الحاجه لانشاء ايه؟ نظم جديده تنظم علاقات الناس بعضها ببعض. عشان كده قال لك هنا ايه؟ ممكن ايه؟ افرض الراجل ده ملوش اولياء، الراجل اللي بيعمل العقد ده وفقد النطق او فقد القدره على الكلام او فقد عقله، ملوش ورثه وملوش اولياء، مقطوع من شجره بلغه المصريين. طب نعمل ايه؟ يقوم الحاكم ينصب واحد بالنيابه عنه طالما لسه في الروح يحافظ على حقوقه. فهمتني بقى ازاي؟ يحافظ على حقوقه لان ملوش اولياء ولا ورثه. يحافظوا له على حقه. وعشان كده وفي شرح الرملي انه ينصب الحاكم عنه نائبا حينئذ، ولو كان الخيار لولي محجور عليه فكمل قبل التفرق لم ينتقل اليه على الاصح. افرض ولي، يعني الخيار انتقل الى ولي، هذا الولي محجور عليه لسفه او لصغر او لفلس، ما دي اسباب الحج، مش كده برضو؟ يعني نعمل ايه؟ اهو لو كمل قبل التفرق، يعني كان لصغر فبلغ، كان مثلا لجنون فافاق، كان لفلس فسدد ديونه، فكمل قبل التفرق انتقل الخيار اليه. واضح؟ فكمل قبل التفرق، ولو كان الخيار لولي محجور عليه فكمل قبل التفرق لم ينتقل اليه على الاصح. يبقى على الاصح لا ينتقل، وفيه مقابل الاصح الصحيح ينتقل.
يبقى عندنا فيها وجهين في الصورة دي في مذهب الشافعية. وجه يقول لك لا ينتقل برضو، ويبقى اللي يقوم مقامه الحاكم نائب عن الحاكم. وفي وجه تاني وهو مقابل للأصح ويسمى صحيح، أنه ينتقل إليه لأنه أولى من الأجنبي اللي هينصبه الحاكم. واضح؟ قوله نعم. في أثناء مجلس العقد كل ده حصلت الحاجات دي، التطورات دي في أثناء مجلس العقد بعد الإجابة والقبول. بعتك العمارة ب10 مليون جنيه، قلت لي قبلت، واحنا قاعدين واحد فينا حصلت له الظروف دي، واحد مات، واحد اتجنن، واحد فقد النطق، واحنا لسه في مجلس العقد وفي حاجة اسمها خيار مجلس. هل انعقد العقد ولا ينتقل الخيار للورثة ولا للأولياء ولا دي كلها صور. فهمتني؟ قوله أو بأن يختار، أو بأن يختار المتبايعان لزوم العقد. يعني ممكن ممكن واحنا بنشتري ونبيع مع بعض نقول إيه؟ إن يعني نتفق على إننا بمجرد الإجابة والقبول انعقد العقد بلا خيار مجلس. واخد بالك؟ اتفقنا على كده. زي ما في بعض المحلات يقول لك البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، مش كده؟ برضه ساعات يقول لك يشروط لك كده، بيع مشروط. طب افرض ظهر لك عيب، ظهر لك عيب، يختلف المذاهب فيها. ناس يقول لك ما انت شرطت على نفسك ما تردش، بعض المذاهب يقول لك لا الا شرط العيب، لو وجد فيه عيب يرد. يبقى الفقهاء يختلفوا في الصور دي. هنا برضه نفس الحكاية. أو بأن يختار، كأن يقول اخترنا لزوم العقد أو ألزمناه وأمضيناه أو ما أشبه ذلك. فلو اختار أحدهما يبقى خيار المجلس بيلغى إذا اتفقنا إن مفيش خيار مجلس. طب افرض إن أنا أحد طرفي العقد رأيي إن ما يبقاش فيه خيار مجلس في العقد، ده أنا عايزه لازم على طول، يبقى إيه؟ سقط خيار المجلس بالنسبة لي وبقي خيار المجلس للطرف الآخر. واخد بالك؟ هنا احدهما، يبقى اما اتفقوا هما الاثنين او احدهما. فلو اتفقوا هما الاثنين سقط خيار المجلس لان هما الاثنين متفقين على هذا، يبقى العقد لازم بمجرد الاجابه والقبول. بعتك كذا بكذا تقول قبلت، خلاص لازم. حتى واحنا قاعدين، واضح؟ طب افرض احد طرفي العقد جعله لازم، يبقى يسقط خيار المجلس له ويبقى خيار المجلس للطرف الاخر. سهله الصور دي؟ فلو اختار أحدهما لزوم العقد أي صريحا، كأن يقول اخترت لزوم العقد، أو ضمنا كأن يقول أحدهما للآخر اختر لتضمنه الرضا باللزوم. يا إما صريح كده قلت إن العقد من جهتي لازم، أو إن أنا قلت يا سيدي اختار لزوم العقد أو عدمه للطرف الاخر، يبقى ضمنا هنا معنى ان انا مختار لزومه، باخد رايه. يبقى احيانا يكون يعني خيار المجلس مرفوع من احد طرفي العقد اما بلازم كلامه او بضمن كلامه، يعني مقتضى كلامه نطقا او مفهوما. فلو كان نطقا او مفهوما يبقى سقط خيار المجلس في طرفه. واضح؟ وقوله فورا ليس بقيد، مش شرط حتة فورا دي على فكرة. فكان الأولى حذفه، أصل بيقول لك فورا سقط حقه في من الخيار. ده كلام الشيخ ابن قاسم الغزي في الشرح، كلمة فورا دي كلام ابن قاسم الغزي. الشيخ البيجوري بيعلق عليه بيقول فورا دي ما كانش ليها لازمة، فورا دي ليس بقيد. يعني افرض ما كانتش فورا، افرض كانت على التراخي وفي مجلس العقد، برضه يسقط، مش لازم تبقى على الفور. يعني افرض هو اسقطه عن نفسه بس على التراخي، يعني بعد لحظة، بعد نص ساعة، بعد ما شرب القهوة، بعد ما دخل دورة المية جدد وضوءه وصلى الظهر ورجع تاني يتكلم يكمل كلامه، ما كانش فورا ايه، بس برضه ايه، طالما اسقطه سواء فورا او على التراخي سقط. واضح؟ عشان كده بيقول لك فورا دي ليست بقيد. فكان الاولى حسب. وقوله وبقي الحق للاخر اللي هو الطرف الاخر. نعم،
لو كان مشتريا وكان المبيع مما يعتق عليه بطل خياره. يعني في ثور، في ثور انه البائع لو اسقط من ناحية من جهته خيار خيار المجلس والمشتري يظل له خيار المجلس، انه المشتري يسقط ايضا في حقه خيار المجلس في بعض الصور الدقيقة. منها ايه؟ هيشتري عبد والعبد ده طلع ابنه او ابوه، فهيعتق بمجرد تملكه. واضح؟ لان لا يملك الرجل اصله ولا فرع، لا يتملك الاصل ولا الفرع، من موانع الرق كده، واخد بالك؟ طيب افرض هو اشترى الراجل ده والراجل ده طلع ابوه، هو ما كانش يعرفه لكن عارفه بعلامة معينة، فبعد ما اشتراه وقع العقد اتضح انه ابوه، والبائع اسقط خيار المجلس من جهته، يبقى يسقط ايضا خيار المجلس من جهة المشتري للزوم عتق هذا الرجل عليه لتشوف الشرع للعتق. واضح؟ لان الشرع اصلا متشوف للعتق، يوم يقول له لا احنا هنسلبك خيار المجلس عشان ده هيعتق بمجرد شرائك ليه، فنقوم ننفذ العقد. واضح ازاي؟ علشان نعين هذا العبد انه يخرج من العبودية للرق. بيقول لك هنا لو كان مشتريا وكان المبيع ممن يعتق عليه بطل خياره ايضا للحكم بعتق المبيع عليه حينئذ. واضح؟ قوله ولهما أي المتبايعين، هذا شروع في خيار الثاني بقى، خيار الشرط. خيار الشرط يا إما خيار مجلس أو خيار الشرط. يعني ممكن أقول له إيه؟ أقول له على فكرة أنا هبيع لك البيعة دي بالمبلغ الفلاني، والتاني يقول لي قابلت، اقول له بس خد بالك بشرط ان انا اما اروح البيت هاخد راي ابويا، ما انا اما هروح البيت يبقى انقضى مجلس العقد، لكن يبقى عندي خيار الشرط. يبقى عندي لسه خيار تاني، نوع تاني من الخيارات اسمه خيار الشرط. اقول له لما اخد راي ابويا او اما اخد راي مثلا المحامي بتاعي. واضح؟ او بشرط لما اروح واشوف الجيران بتاع البيت ده، لو كانوا ناس طيبين هاخده، لو كانوا ناس مش حلوين مش عايز يا عم نشتري البيت اللي فيه جيرانه ومشاكسين. ياهو ده خيار شرط. فهمتني ازاي؟ يبقى ده بالرغم ان هم انصرفوا اهو، ما بقاش في خيار مجلس انقضى، لكن ظل عندنا خيار شرط. يبقى عندنا خيار مجلس عرفناه، ننتقل لنوع تاني من الخيارات اللي هو خيار الشرط. واضح؟ ولهما هذا شروع في خيار الشرط ويسمى خيار التروي. يعني يقول له اديني مهله بس لما افكر كده يومين علشان اشوف بس العقد ده يعني فيه فايده ليا ولا لا. يبقى يفضل العقد معلق يومين، لان انا شرطت على نفسي يومين بس ما يزيدش عن ثلاثه، عشان كمان ما ايه ما ضيعش حق الراجل اللي هو عارض حاجته للبيع، يمكن يجي له شاري غيري فانا ما عطلوش اكتر من ثلاث ايام علشان ما ضروش هو كمان. يبقى اقصى حاجه في خيار الشرط المده تبقى 3 ايام، بشرط ان الثلاث ايام دي ما يكونش يفسد المبيع فيها. افرض هشتري منه طبيخ والطبيخ ده بعد 3 ايام يحمض، ما ينفعش اقول له استنى بعد 3 ايام، ما ينفعش. لكن اما يبقى عقار، العقار مش هيحمض ولا حاجه، اقول له اديني 3 ايام عشان اروح، ممكن اروح بقى مصلحه الشارع العقاري واسال هل الـ 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 الاوراق بتاعه قطعه الارض دي مظبوطه ولا لا، عليها نزاع ولا لا، تبع هيئة من الهيئات ولا لا، طلع في التنظيم ولا هتبقى شارع، اتروى لان انا هدفع ملايين. يبقى هو اديله مهله بقى، اقول له اديني مهله 3 ايام اسال بقى على الايه عشان انفذ. يبقى ده اسمه خيار الشرط او خيار التروي، ليه اسم تاني اسمه خيار التروي اللي هو ضد التسرع، يعني اي التشهي والاراده، وهو يثبت في كل ما يثبت فيه خيار المجلس إلا ما شرط فيه القبض. لكن خد بالك إن خيار الشرط ده يسقط في بيع الربوي، لأن بيع الربوي من شروطه إيه؟ بجنسه التقابض في مجلس العقد. ما إحنا شرحنا في الربا كده. يبقى ما فيش حاجة اسمها خيار شرط في الربوي وتروي فيه ليه؟ لأن الجنس الربوي بجنسه يشترط التماثل والتقابض والحلول في مجلس العقد.
واضح؟ اشترط عندي ثلاث شروط زي ما شرحنا في الربا بالتفصيل. علشان كده بيقول لك ايه؟ وهو يثبت اللي هو خيار الشرط في كل ما يثبت في خيار المجلس الا ما شرط فيه القبض في المجلس، زي الربا والسلم. عقد السلم هيجي بعدين، يشترط فيه قبض. السلم عكس التقسيط. السلم هنيجي نقعد فيه قاعده، يمكن هنيجي عليه بعد الاجازه بقى. السلم باختصار انك انت بتدفع الثمن قبل ما تاخد المبيع. زي ما تروح بالظبط النجار تديله ثمن اوضه النوم وهو يصنع لك ويجيبها لك بعد شهر. بخلاف التقسيط انت بتاخد المبيع وبعدين تدفع الثمن على ايه؟ بعدين. لا، السلم العكس. بدفع مقدم واخد البضاعه بعدين. واضح؟ شروط السلم يتم قبض الايه؟ الثمن في المجلس، يبقى ما ينفعش في شرط تراوي. واضح؟ وكذلك الربوي بجنسه لازم فيه بجنسه، او الربوي بربوي متحد العله مختلف الجنس، لان لو كانوا متحد العله ذهب بفضه، هشتري ذهب بفضه. الذهب جنس ربوي والفضه جنس ربوي. اختلفوا في الجنس واتحدوا في العله، يبقى يسقط شرط التماثل ويبقى شرطين التقابل والحلول، يبقى ما ينفعش فيه شرط التراوي. واضح؟ هشتري بر يعني قمح بتمر، التمر جنس ربوي والقمح جنس ربوي والاثنين مطعومين. اختلفوا في الايه؟ في الجنس، في النوع. اختلفوا في النوع واتحدوا في العله الطعميه، الاثنين طعم. واضح؟ يبقى يجوز فيها التفاضل، يعني ما يبقاش وزنا بوزن، لكن يشترط فيها التقابل والحلول، يبقى ما ينفعش فيها شرط تروي. واضح الكلام؟ يبقى شرط التروي في الاجناس غير الربويه وفي غير السلم. واضح؟ قول اي المتبايعين، المتبايعين اللي هو البائع والمشتري اللي هما طرفي العقد يعني. أي بأن يصرح كل منهما بشرط الخيار. وقوله وكذا لأحدهما إذا وافقه الآخر، أي بأن يصرح بالشرط أحدهما ويوافقه الآخر عليه، وحمله على ذلك أولى مما قالوه من أنه لا يكون إلا منهما بأن يتلفظ به المبتدي ويوافقه الآخر عليه. وحينئذ فقول وكذا لأحدهما غير مستقيم، وقد علمت تصويره. قول أن يشترط الخيار، يعني أنا والبائع متفقين مع بعض إن العقد ده هننفذه بس في خلال 3 أيام. يعني يبقى عندنا إحنا الاثنين متفقين إن في فترة 3 أيام هو يغير رأيه، من حقه ومن حق أنا كمان أغير رأيي. واضح؟ يبقى احنا الاثنين متفقين مع بعض، او احدهما او واحد فينا يقول للثاني، واخد بالك، بس بشرط اديني مهله 3 أيام، يقوم الثاني يوافق. يا اما هما الاثنين يتفقوا عليها، يا اما احدهما يقترحها والثاني يوافق. واضح؟ ان يشترط الخيار اي لهما او لاحدهما الذي هو البائع او المشتري او لاجنبي، واحد او اثنين مثلا. يعني ممكن يشترط خيار الشرط ده البائع لنفسه والمشتري لنفسه، وقد يشترط هذا الشرط الاجنبي، وقد يكون هذا الاجنبي متعدد. اجنبي يعني ايه؟ يعني اجنبي عن العقد، يعني له بائع ولا مشتري. زي نقول ايه؟ طب ايه رأيك انا هشتري منك العربية دي بس بشرط هناخد رأي الميكانيكي. الميكانيكي ده اجنبي عن العقد، لا هو بائع ولا مشتري. هناخد رأي الميكانيكي يشوف لي حالة العربية ايه، لو لقيناها كويسة استبينا يعني. يبقى هنا شرطنا شرط الخيار على أجنبي. فهمتني ازاي؟ وقد يكون ميكانيكي ونجيب واحد بتاع دوكو كمان، ويمكن نجيب واحد كمان بتاع ايه؟ عفش. يبقى يتعدد الأجنبي، أكشف على عفشة العربية، وأكشف على موتور العربية، وأكشف على شاسيه العربية، وأكشف على مش عارف على فرش العربية. يبقى الأجنبي متعدد أهو، يبقى اسمه خيار شرط. يا اما لاجنبي واحد او لمتعدد. للاجنبي الواحد زي ما قلنا لما اخد راي ابويا، انا هبيع لك البيعه دي موافق عليها، بس انا ايه متعود اخد راي ابويا، حكم ابويا ده راجل ايه عنده خبره في السوق، وانا ما بحبش اعمل حاجه لما اخد رايه. اهو ابويا ده اجنبي عن العقد، لان انا دلوقتي سني رشيد اقدر ان انا اتصرف بحريتي.
واضح؟ لكن قلت له شرطت ابويا يبقى ايه؟ يبقى طرف في العقد، ينفذه او لا ينفذه. واضح؟ ادي معنى او يشترط لاجنبي. فاحنا تفتكر اجنبي يعني نجيب واحد من اوروبا يعني من السياح؟ لا، اجنبي يعني عن العقد. واضح؟ اجنبي عن العقد. واحد او اثنين مثلا ولا يجب على والاجنبي هنا بقى اللي احنا شرطنا عليه لا يجب مراعاه مصلحه احد الطرفين كمان، لانه كانه شاهد يقول الحق وخلاص واجره على الله، ملوش دعوه العقد يتم او ما يتمش، احنا شهدناه البضاعه دي كويسه ولا لا يا عمي، يقول اللي شايفه، ما يراعيش مصلحه احد الطرفين، لا يكتم العيب علشان البيعه تتم يقوم البائع ينبسط وتخلص من حاجة معيبة، ولا يعيب في الحاجة اللي هي كويسة عشان يخفض سعرها يقوم ايه، يبقى المصلحة المشتري يدفع اقل والبائع ينضر، هيبيع بضاعة كويسة بسعر اقل، لا كده ولا كده، يقول الحق وامره اجره على الله. فهمت بقى؟ ولا يجب اي شرعا على الاجنبي مراعاة المصلحة لشارته. واضح؟ له لشارته له من فسخ او اجازه. يعني انا قلت هاخد راي ابويا في بيعه الحكايه دي، ابويا مش واجب عليه انه يدور على ان البيعه دي لقطه فينفذها لي ويقول لي كويس ده سعر لقطه مش هتلاقيه تاني، ولا واجب عليه ان هو يعني يمنعه، ولا انا اقدر ان انا الزمه برايي كمان طالما انا خرجت من الشرط ليه، لان ده تمليك، ملكته انه ينفذ العقد او لا ينفذه، طالما ملكته يبقى خلاص، بخلاف الوكيل. الوكيل ممكن ان انا اقيله في اي لحظة، محامي واديت له وكالة علشان يمشي لي البيعة وانا شايف انها مصلحة وهو واقف لي فيها اقول له خلاص انا سحبت وكالتي روح انت انا همشي دي. لا، لما تشرط لاجنبي ده تمليك مش وكاله، ما تعرفش بقى تاخدها منه. واضح؟ لانه ده تمليك، تملك انفاذ العقد او عدم انفاذ العقد. واضح؟ بل له ان يفسخ او يجيز وان كرهه، وان كرهه شارطه. افرض ان انا بملي بعد ما قلت ايه هاخد راي ابويا ان العقد ده مش عايز امشيه انا، بملي كده، يبقى مش شرط ان ابويا ينفذ رغبتي ولو انا كارهه. واضح؟ لا، هو ينفذ اللي يشوفه هو مصلحه بقى، طالما انا ملكته هذا يبقى هو اللي يشوفه مصلحه يعمل. واضح؟ بل له أن يفسخ أو يجيز وإن كرهه، وليس لشارطه له عزله ولا له عزل نفسه، ولا هو الأجنبي يعزل نفسه يقول لهم أنا ماليش دعوة بالعقد بتاعكم ده ابعدوا عني، لا هو يملك يعزل نفسه، لأن ربنا بيقول لا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وإحنا قبلنا شهادتك وطلبناها، فما يعزلش نفسه لأن أصبحت ديانة والدين النصيحة، فما يعزلش نفسه، ولا أنا ليه أعزله لأن أنا ملكته، ولما ملكته كأني وهبته، والراجع في هبته كالراجع في قيئه. واضح؟ عشان كده خلاص، يبقى أنا كأني بالظبط خليت العصمة في إيده، صارت عصمة الأمر في إيده، هو بقى اللي ينفذ أو ما ينفذ. فهمت بقى المسألة؟ خلاص ما تعملش كده تاني في العقود، أنت ليه أنت ملكته من الأول؟ ما أنت اللي غلطان. خلاص روحي ميكانيكي ثالث وثالث ورابع. لو انت قلت ميكانيكي وظيفة ما قلتش ميكانيكي بعينه اسمه فلان الفلاني. واضح؟ يعني هناخد رأي الميكانيكي الفلاني يبقى الفلاني ده زي ما يقول هنعمل، لكن لما اقول لك ناخد رأي ميكانيكي اي ميكانيكي، والتنكير يقتضي عدم تخصيص شخص بعينه، يبقى ممكن اخد رأي واحد واثنين وثلاثة براحتي بقى، اسمع ده ما يعجبنيش كلامه اروح لواحد ثاني، ما يعجبنيش كلامه اروح لثالث لحد ما يعجبني كلامه. فهمتي؟ بس ولا له عزل نفسي لأنه تمليك على الأصح، لأنه ملكه خيار الشرط على الأصح. على الأصح يعني إيه؟ مقابل الصحيح إنه مش تمليك،
انه زي الوكيل، لو ان انا اسلبه هذا، واضح؟ على الاصح لا توكيل. واذا مات الاجنبي، طب افرض اذا مات الاجنبي، قلنا عايزين ناخد راي مثلا ايه ابويا، رحنا لابويا لقيت ابويا مات رحمه الله، يبقى خلاص انتقل خيار الشرط ليا بقى، فخلاص ما بقاش فيه اجنبي. فهمت؟ واذا مات الاجنبي انتقل الخيار للشارط، واضح؟ ويجوز شرطه لمحرم في صيد. انت عارف ان المحرم لا يجوز ان ياكل الصيد، صيد البر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، الايه كده. طيب افرض ان انا هشتري صيد، واحد عارض غزاله صيدها في السوق بيبيعها، وانا عايز اشتريها، وانا ما بفهمش في الغزال، انا ابن عمتي ده عايش في الصحراء طول عمره وعارف الغزال، فرحت اتصلت بيه قال لي خلاص امر عليك، انا محرم على فكره طالع عمره، اقول له بس تعدي عليا في السكه برضه شوف لي الغزاله دي رايك فيها ايه، يبقى ممكن يبت في صيد، في شراء صيد وهو يحرم علي اكله وهو محرم. فهمت ازاي؟ يعني يجوز يجي يعاين الصيد ده ويشوفه، طالما مش هياكله هو لنفسه ولا هيشتري لنفسه، ده هينصح به لغيره، واضح؟ عشان كده هي جايب لك هنا ايه، ويجوز شرطه لمحرم في صيد والكافر في عبد مسلم. ايام ما كان بيع الرقيق كان في ناس بيبقى عندهم خبره في الاطباء، كان الطب في فتره طويله من الزمن محتكره اليهود والنصارى، كان المسلمين ما يعرفوش طب، مشغولين بعلم الشريعه وبالجهاد وبالغزوات وبالحياه العاديه، ولما يعيوا يروحوا للاطباء المسيحيين واليهود يتعالجوا عندهم. قعدت فتره طويله حوالي 200 300 سنه او اكثر، يعني ايام الخلافه العباسيه 600 سنه، ايام 400 سنه خلافه عباسيه، كانوا اطباء الخلفاء كلهم يهود، واضح؟ وعايشين معاهم في اصول الخلافه دي. يبقى ادي افرض ان انا هشتري عبد مسلم وانا عايز اشوف العبد المسلم ده ما عندوش امراض معديه ولا لا، فممكن اروح اجيب طبيب كافر مسيحي يهودي اخليه يكشف عليه ويشوفه لي سليم ولا لا، وانفذ العقد، ويبقى خيار الشرط انتقل لكافر في شراء عبد مسلم، واضح؟ فهمت بقى المساله؟ ادي الامثله اللي بيجيبها لك علشان يوسع عندك مداركك الفقهيه. ولكافر في عبد مسلم، وان كان الكافر ده نفسه ما ينفعش يشتري عبد مسلم، هو نفسه لو جايب فلوس ورايح يشتري عند سوق الرقيق، ما ينفعش بياع الرقيق في بلاد المسلمين يبيع عبد مسلم ليهودي او مسيحي، ممنوع، عقد باطل، واضح؟ عقد باطل لا يستطيع ان يتملكه، لكن ممكن يعني يكون هو حكم في ايه، في شراء او عدم شراء لغيره، واضح؟ لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، الرسول قايل كده صلى الله عليه وسلم، الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، وانه لو بعت له عبد مسلم الى كافر ويبقى هو سيده قد يمنعه من الصلاه وقد يفتنه في دينه وقد يؤذيه في دينه، فما تمكنوش، تبيعوا المسلم زيه على اساس يعينه على اداء شعائر دينه، ما يؤذيهوش في نبيه ولا يؤذيه في ايه، في مقدساته. وإن قلنا إنه تمليك على المعتمد وليس لوكيل أحدهما شرطه للآخر، طب الوكيل بقى، الوكيل ما ينفعش يشرطه الأجنبي، يعني أنا موكل محامي علشان يشتري لي عزبة في حتة من ريف مصر مثلا، كويس، فراح هذا الوكيل، فما ينفعش الوكيل ده ينقل خيار الشرط الأجنبي عن العقد، لأن الوكيل مش ما ليس له قوة الأصيل. أنا ممكن إيه؟ أنقل خيار الشرط لأجنبي، لأن أنا صاحب العقد، لكن هو لا، إلا بإذن الأصيل. لأن الوكيل حاله ضعيف، واضح؟ يبقى ما ينفعش الوكيل يدخل أجنبي في العقد، إلا بإذن الأصيل، واضح؟ يتصل بيا يقول لي والله إحنا في البلد الفلاني والارض بتتفاوت في ارض مالحه وارض مش عارف ايه وارض ايه، وانا رايي ان احنا هناخد راي احد الخبراء في البلد دي بيفهم انواع الاراضي كويس، ايه رايك؟ يتصل بيا بالتليفون اقول له اه موافق، او اقول له لا مش موافق، انا هاجي لك بنفسي انا اشوف، واضح؟
يبقى وليس لوكيل أحدهما شرطه للآخر ولا لأجنبي بغير إذن موكله اللي هو الأصيل، فهمت؟ وله شرطه لنفسه ولموكله، وممكن أنا أشرطه ليا ولموكلي، كويس؟ يعني الوكيل يشرطه لموكله، وممكن أنا أشرطه لنفسي ووكيلي يشرطه، يشرط العقد لما ياخد رأيي، فهمت إزاي؟ ولا يصح شرطه للبائع وحده في المصراة. ما يصحش شرط الخيار للبائع وحده في المصراة، يعني ما ينفعش المصراة اللي هي ايه، يجيب لك الدابة مأكولة اللحم ومشروبة اللبن، يعني بقرة، ناقة، معزة، كويس، يقوم عايز يبيعها، البائع يعمل ايه؟ يقوم يبطل يحلبها 3 ايام، يقوم ايه الدرع بتاعها يبقى منفوخ كده، يقوم ياخدها، اسمها مصرة، يعني جمع اصر فيها لبنها عدة ايام عشان لما يعرضها في السوق المشتري يشوف الدرع بتاعها مليان لبن يفتكر ان عادتها كثيرة اللبن، يقوم يفرح ويشتريه، نوع من الغش، نوع من الغش. فما ينفعش هنا خيار المجلس، خيار الشرط يبقى مشروط للبائع لانه هو غاشش اصلا، واضح؟ ما ينفعش ده، يبقى لي انا، لان ساعتها هيبان لي عيب اجي احلبها وفرحان بيها، تاني يوم فاهم ان حصحى تاني يوم الاقيها برضه مليانه زي كده، الاقيها لا عجفاء، اقعد 5 ايام على ما الاقيها زي لا، دي مقلب بقى، ده انا مقلب وشرب، يبقى لي اردها بالعيب في خلال 3 ايام مع صاع من تمر ان كانت مشروبه اللبن، وان كانت غير مشروبه اللبن كاتان حمار، يعني انثى حمار، يبقى في الحاله دي ما اردش معاها صاع من تمر، اردها بس بغير صاع من تمر، لان لبن الحمار نجس لانه غير ماكول اللحم، فيبقى لبنه نجس، الا لو كان حمار وحش ماكول اللحم يبقى لبنه طاهر. يعني الجماعه اللي يقول لك انا شربت ابني لبن حمير حرام، شربه نجاسه، قطعا حرام، الا لو كان حمار وحشي اتان وحشي معلش، وطبعا مش هيعرف يطول الاتان الوحشي يحلبه، يعني هيجيبه منين؟ هيرفصه. ولا يصح شرطه للبائع وحده في المصراة، بيبقى شرط يا خيار الشرط ما ينفعش يبقى للبائع وحده في المصراة، لان المصراة دي عيب عمله البائع في المبيع، بيخفيه، نوع من التدليس، فاهم؟ طيب، ولا شرطه للمشتري وحده في من يعتق عليه، ولا نعتبر ان خيار الشرط ده للمشتري وحده في من يعتق عليه، لو اطرح ان العبد اللي اشترى ده ابوه او ابنه او امه، واضح؟ او حفيده، المهم اصله او فرعه، لانه ده يعتق عليه، يبقى ملوش، ما ينفعش. ومتى شرط الخيار لاحد تبعه ايقاع الاثر في من فسخ او ايجار، وشرط الخيار ده يتبعه على طول انفاذ العقد او عدمه، عدمه يعني الفسخ، وانفاذه يعني الاجازه، واجازه العقد معناه اثره ايه؟ التملك وحريه التصرف، انتقال الملكيه وحريه التصرف، واضح؟ ادي معنى الانفاذ. ومتى شرط الخيار لأحد تبعه إيقاع الأثر من فسخ أو إجازة فلا يجوز شرط الخيار لشخص وشرط إيقاع الأثر لغيره، ما ينفعش إن أنا إيه أفصل بين الاثنين، أقول إن أنا إيه سوف أنفذ هذا البيع بشرط أما أخذ رأي أبويا علشان أنفذ العقد، وآخذ رأي عمي علشان إيه ينتقل الملكية اللي هو الأثر، ما ينفعش، ما ينفعش للاثنين، طالما انا خليت خيار الشرط ليه يبقى ينتقل ليه الاثر والاجازه الاثنين مع بعض، ما ينفصلوش عن بعض، لان هم اصلا مقتضاهم هو العقد واحد، لان اذا اجازوا معناه انتقل الاثر، يعني لا يفترقان الاثر والاجازه، فازاي افرقهم على شخصين؟ هينبني عليها نزاع وتناقض،
وشرط إيقاع الأثر لغيره ما ينفعش، فلا يجوز شرط الخيار لشخص وشرط إيقاع الأثر لغيره، لأنه لا معنى لشرط الخيار إلا إيقاع الأثر، وإلا فلا فائدة له. وهذا هو المعتمد، خلافا لما جرى عليه شيخ الإسلام، شيخ الإسلام اللي هو مين؟ زكريا الأنصاري. في كتب الشافعية ما يقول لك شيخ الإسلام يبقى الشيخ زكريا الأنصاري، عشان تفتكر ابن تيمية الوهابية عندهم شيخ الإسلام ابن تيمية بس، في شيوخ إسلام تانيين اللي هو لا، في شيوخ إسلام كتير. فشيخ الإسلام في كتب فقه الشافعية يقصد بمين؟ زكريا الأنصاري اللي هو مدفون هنا بجوار سيدنا الإمام الشافعي. عاش مدة طويلة الإمام زكريا الأنصاري، عدى 120 سنة، وكان تلامذته مشايخ كبار، يعني كان تلامذته نفسهم تلاقي قاعد مع تلامذته اللي عنده 90 سنة من تلامذته، واللي عنده 80 سنة من تلامذته، تلامذته دول ليهم تلامذة وتلامذة تلامذة، طال بيه العمر وكان ايه في كامل قواه العقليه الى اخر لحظه، وكان بيالف وكان بيدرس الازهر، ربنا جمع ليه، وكان رجل من الصالحين الاولياء الكبار رحمه الله ورضي الله عنه. خلافا لما جرى عليه شيخ الاسلام ولم يسبقه لي احد، لكن تبعه الشيخ الخطيب، مو من تلامذته الخطيب الشربين، وغيره من جواز ذلك، حيث قالوا سواء شرط إيقاع أثري منهما أو من أحدهما أو من أجنبك العبد المبيع، فهذه طريقة ضعيفة. يبقى الطريقة الضعيفة عند البيجوري اللي هو اعتمدها الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري اعتبرها طريقة ضعيفة، وإحنا عندنا ترجيحات البيجوري هي ما آخر عليه الشافعي، واضح؟ ترجيحات البيجوري اللي متأخر على الشيخ الإسلام، لأن ما بتبقاش ترجيحات البيجوري نفسه، ده ترجيحات الهيئة العلمية للمذهب الشافعي كله في هذا العصر، بس هو أبرزها، فهم؟ ما كانش حد يعني بيستأثر برأي لوحده، كانوا بيقعدوا كده اجتماع علمي موسع ويقعدوا يدرسوا نختار ايه في الفروع المختلفة، وكل واحد يدلي بدلوه وايه ويقول حجته، ويبتدوا نقش حجة كل واحد، وفي الاخر يتفقوا زي الوقت يحل محلها ايه مجمع البحوث الإسلامية في العصر بتاعنا، لما يجتمع مجمع البحوث الإسلامية بفقهاء مختلفين ويناقشوا قضية معينة ويتفقوا عليها، نقول والمختار كذا اللي هم اتفقوا عليه، ونقول وبعد كده نذكر الآراء الضعيفة اللي نقشت في أثناء المجلس لكن لا نفتي بها، واضح؟ نفس الحكاية. قوله في أنواع البيع، أي إلا ما يشترط فيه القبض في المجلس كالسلم وبيع الربوي كما مر. أن يشترط الخيار في أنواع البيوع كلها طبعا إلا الربوي، الأنواع الربوية علشان بتختاروا فيها القبض في المجلس، وكذلك السلم، إلى 3 أيام وتدخل الليالي، يبقى شرط خيار الشرط ما يزيدش عن 3 أيام، خيار الشرط ما يزيدش عن إيه؟ عن 3 أيام. أما يقول لك 3 أيام مش معناه النهار بس، يدخل معها الليالي 3 أيام بلياليها يعني تبعا، وتدخل الليالي تبعا، لكن الليلة المتأخرة لا تدخل على ما قال الرملي خلافا لابن حجر. الإمام الرملي وابن حجر الهيتامي، تملي تلاقي ايه ترجيحات ده غير ترجيحات ده، ابن حجر الهيتامي مش العسقلاني، ابن حجر الهيتامي ده في الفقه، ابن حجر العسقلاني ده في الحديث، والاثنين شافعيين، لكن لما يقول لك في كتب الفقه ابن حجر يقصد الهيتامي، كويس؟ ولما يقول لك في كتب الحديث ابن حجر يقصد العسقلاني، شخصين مختلفين، والاثنين شافعية في المذهب على فكرة. انت عارف ان الليلة بتسبق النهار، يعني الوقت احنا هنصلي العشاء بغروب الشمس النهاردة الخميس، بقينا في ليلة الجمعة، يبقى احنا قاعدين اهو في ليلة الجمعة لحد ما يغرب شمس الجمعة بكرة، ندخل في ليلة السبت. فما يقول لك 3 أيام بلياليها، يبقى الليلة الأخيرة دي تابعة لليوم اللي بعده، ما تخشش. ده الرملي قال كده، ابن حجر قال لا تخش. واضح؟ فهمت؟ طب احنا لما الرملي يرجح حاجة وابن حجر الهيتامي يرجح حاجة نختار ايه؟ شافعية اليمن يختاروا ترجيحات ابن حجر الهيتامي، وشافعية مصر يختاروا الرملي، من رملة لينج بينا من مصر. كان يقولوا عليه الشافعي الصغير، يعني كان راجل علامة كبير، فالمصريين يحبوا اختيارات مين؟ الرملي.
ومحل جواز شرط الثلاثة أيام ونحوها فيما لا يفسد في المدة المشروطة. طبعا احنا هنعمل خيار شرط ثلاثة أيام يبقى لازم الحاجة دي ما تفسدش في الثلاثة أيام، لو هتفسد في الثلاثة أيام ما ينفعش، يبطل هذا الخيار أخذا مما سيذكره الشارح. والحاصل أن الشروط خمسة، خيار الشرط بيبقى خمس حاجات: المدة وكونها متصلة بالشرط وتكون متوالية، ما قولوش ثلاث أيام يعني يوم من كل شهر، ما ينفعش كده بقيت ثلاث شهور، لازم الموالاة، يبقى ثلاث أيام ورا بعض وتبقى متصلة، فهمتني إزاي؟ ومعلومة ثلاث أيام من إمتى؟ لازم أعلمه، أقول له يوم السبت والحد والاثنين، حاضر، يبقى عرف. إنما ما سيبقالوش كده وخلاص، يجي يتصل بيا على ثلاث أيام أقول له أصل لسه ما ابتديتش الثلاث أيام اللي في مخي، الله ما ينفعش. فاش الكلام ده، لازم الامور تبقى على وضوح، واخد بالك، عشان ايه؟ لرفع النزاع، لان اصلا كل العقود دي وكل الشروط دي استنبطها الفقهاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول الله عز وجل: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، والا هيبقى اكل اموال الناس بالباطل بقى، ولا يحل مال المسلم الا بطيب نفس، فلازم يبقى في طيب نفس. الاذان حاضر، يلا مين هيأذن؟ يبقى لازم الخمسة، نقول الخمسة ونأذن. المدة كونها متصلة متوالية معلومة وتكون ثلاث أيام، يبقى دي خمس شروط، واضح؟ يلا أذن. يا الله، يلا حسن صوتك، نحنح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا لا إله إلا الله يا رب، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح، الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك على سيدنا محمد. أذان شافعي، ده بيقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، الشافعية كده أذانهم كده، يستحب لفظ السيادة عند اسمه صلى الله عليه وسلم في الأذان والإقامة والصلاة، وباقي المذاهب تستحب السيادة لفظ سيدنا في غير هذه الثلاثة مواضع.
كويس، يبقى في عندك المالكية والأحناف والحنابلة ما يقولوش سيدنا في الأذان والإقامة والتشهد في الصلاة يعني، غير كده يقول سيدنا على طول. الشافعي قال لك لا، نحط كمان في الصلاة والأذان والإقامة أيضا. واضح؟ فأمر خلافي، وإحنا شافعية فلازم نبين للناس مذهبنا، وإحنا على أرضنا وبين جمهورنا. إمامنا مدفون هنا في سطح الماء. ما دام على أرضنا وبين جمهورنا يبقى عندنا قوة معنوية. الإمام الوحيد في المذاهب الأربعة اللي مدفون في مصر هو الإمام الشافعي كويس رضي الله عنه وأرضاه، ربنا شرف مصر بيه. يا الله. طيب احنا قلنا يشترط بقى في الشروط دي اللي هي خيار الشرط ان تبقى المدة تكون معلومة ومتصلة ومتتالية ثلاث ايام. سهلة؟ ثلاث ايام بحد اقصى، لكن ممكن اقل، ممكن اقول له يوم واحد، ممكن اقول له يومين، يومين ونص، لكن ما تزيدش عن ثلاثة. يبقى ما اقول ايه ثلاث ايام معناه ده الحد الاقصى، لكن يجوز اقل فاقل. زي ما اقول مثلا ايه، ان الانسان له ان يوصي بماله في حدود الثلث، يعني بحد اقصى، لكن ممكن يوصي بالربع، ممكن يوصي بالخمس، ممكن يوصي بالثلث، فهمت؟ لكن ما يزودش عن الثلث، ده حد اقصى. وكان سيدنا علي بن ابي طالب وكثير من الصحابه كانوا يحبوا الوصيه باقل من الثلث، لان الرسول قال الثلث والثلث كثير، ففهموا من كلام النبي ان النبي يحب ايه، حتى لا يضر الورثة يعني، حتى لا يضر الورثة. فعايز يوصي، يوصي مثلا بربع ماله، بخمس ماله، بسدس ماله، لو عايز أكتر بقى ما يزودش عن التلت. واضح؟ هنا برضو ثلاث أيام يعني ده الحد الأقصى، لكن ممكن يبقى أقل، عشان كده قال لك ثلاثة أيام فأقل، بخلاف ما لو أطلق كان قال بشرط الخيار وسكت. خيار تقول لي خيار وقتة بقى، يعني إيه خيار يعني؟ لمدة قد إيه؟ يعني إيه تطلقها كده؟ يعني عايمة كده؟ ما هو أطلق يعني عومها بلغة المصريين. يقول أنت كده هتعومني يعني، تغرقني يعني. واخد بالك؟ عقود البيع تغرقني معناه تخليني أخسر. فما ينفعش، لازم تبقى مدة واحدة. بخلاف ما لو أطلق كأن قال بشرط الخيار وسكت، أو بشرط الخيار من الغد مثلاً، أو يوماً بعد يوم، أو مدة مجهولة. كقولي حتى أشاور، أو زادت على ثلاثة أيام. كل دي صور ما تنفعش فيها غير شرط. كل دي صور ما تنفعش لأنها عايمة، عايمة مش منضبطة. لازم تبقى منضبطة لأن دي حقوق عباد ما نتلعبش فيها. أو زادت على ثلاثة أيام كقولهم ثلاثة أيام وثلث. ولو شرط لأحدهم الخيار يوما أو يومين وللآخر ثلاثة جاز. افرض أن البائع قال أنا بالنسبة لي في خلال يومين، لو ما اتصلتش بيك اعتبر ان انا موافق. اقول له بس انا ثلاث ايام، ينفع؟ يبقى انا من ناحيتي ثلاث ايام ومن ناحيته يومين، ممكن الصوره دي ممكن. والملك في المبيع مده الخيار لمن انفرد به. طيب مده الخيار دي مين يتملك المبيع ده؟ ما هو عايم، اصبح المبيع ده عايم. ممكن يبقى ملك المشتري لو تنفذ البيع، وممكن يظل في ملك البائع لو لم ينفذ. طيب المبيع ده في فترة الخيار دي، افرض عليه نفقة، افرض حيوان عايز اكل وشرب، على مين؟ افرض بيتحلب ويطلع منه لبن، طب مين اللي ياخد لبنه؟ طب افرض ان هو جرى له حاجة، هلك، اتحرق، اتسرق، ضاع، في فترة الخيار دي يبقى ضمانه عند مين؟ هينبني عليها بقى مباحث نقعد نبحث فيها بقى نشوف، فهنا بيبحث لك فيه. والملك في المبيع مدة الخيار لمن انفرد به من بائع أو مشتري. يبقى طالما أنا اللي اخترت الخيار ثلاث أيام، يبقى المبيع ده في ضمان أنا، طالما أنا اللي اخترت الخيار ثلاث أيام، في ضمان أنا الثلاث أيام. لكن أنا ما اخترتش الخيار ثلاث أيام، هو اللي اختار، يبقى في ضمانه هو. طب احنا اخترنا احنا الاثنين، يبقى موقوف. لو نفذ المبيع يبقى في ملك من اختار الانفاذ، لو لم ينفذ يبقى في ملك ايه، من لم في ملك الاصل. واضح؟ يبقى في الاحتمالات دي كلها.
اما ان واحد اختار والتاني لم يختار فيبقى هو في ضمان اللي اختار، او الاثنين اختاروا فيبقى موقوف ويظهر في ملك مين او في ضمان مين بعد الثلاثه ايام باثر رجعي، يعني سموها بعد ثلاثة ايام بيبقى باثر رجعي، فهمت؟ والملك في المبيع مدة الخيار لمن انفرد به من بائع أو مشتري، فإن كان لهما فموقوف، فإن تم البيع بأن بان أنه للمشتري من حين العقد وإلا فللبائع، وحين حكم بملك المبيع لأحدهما حكم بملك الثمن للآخر. طالما احنا قلنا المبيع ده بقى ملك فلان يبقى الثمن ملك الآخر خلاص، وحيث وقف وقف، لو اوقفنا المبيع مش عارفين مين ملك مين يفضل الثمن موقوف برضه. واضح؟ طب والزوائد، كان حيوان وولد خلف في الثلاث ايام دي زاده، واضح؟ او كانت مثلا ارض معروضه في البورصه، او مثلا كانت فيها زرع فالزرع اتباع فجال غلت الايه الزرع بتاعه زادت المؤنه بتاعتها زادت. والزوائد والمؤنة، الزوائد اللي هو ما زاد عليها من القيمة، والمؤنة ما ينفق عليها للمحافظة عليها، تكاليف للمحافظة عليها، نقلها، حراستها، أكلها، شربها، فهمت ازاي؟ دي اسمها مؤنة تابعة للملك، اللي يملكها هو اللي هيتحمل مؤنتها وهو اللي ياخد زوائدها. واضح؟ الغنم بالغنم والغرم بالغرم، مش كده برضو؟ الغنم بالغرم يسموه، الغنم بالغرم، زي ما غرم المؤنة يغنم الزوائد. يعني اللي زي في الرهن، لما هناخد الرهن برضو، الرهن اللي هيأكله ويشربه سواء كان راهن أو مرتهن هو اللي يحلب لبن ويركبه. واضح؟ طيب افرض الرهن ده فضل، أنا كنت إيه؟ الرهن ده ملكي وانا رهنته عندك لحد ما ادفع لك فلوسك، واضح؟ فانت خدته بقيت تاكله وتشربه، لك تركبه ولك تاخذ لبنه لان انت بتاكله وتشربه. طب افرض قلت لي لا انا ما عنديش زريبه اعيش فيها البهايم دي، انا راجل قاعد في المدينه وانت عايز ترهن الحماره بتاعتك والجاموسه، طب انا هشيلها لك فين؟ يبقى رهنها بس عندك، يبقى اسمه حجر بيع بقى، يبقى اسمه حجر بيع، خليها عندك بس ما تبيعهاش لحد ما تسدد لي ديوني. يبقى ساعتها انا اللي هاكلها واشربها وانا اللي هاخد لبنها لان انا املكها. فهمتني ازاي؟ يا اما انتقلت يبقى ايه؟ ياكل وياخدها مقابل اكلها فتره الرهن، كذلك هنا فتره ايه؟ فتره خيار الشرط. بس ها؟ تبقى في ضمان الملك. في ضمان الملك. نشوف مين يملكها. فهمتني ازاي؟ نشوف مين اللي بيملكها يبقى في ضمان، يعني الضمان تابع للملك، زي ما قلنا ان هو هياخد زوائدها يبقى ياخد بوائقها، الغنم بالغرم. واضح؟ بس تابعة للملك لان يده يد ضمان مش يد امانة، يد ضمان مش يد امانة، بخلاف لما اديك انا حاجة تحفظها لي تبقى يدك عليها يد امانه مش ضمان. طب افرض ان انا اديتك مثلا ايه 10,000 جنيه تشيلهم لي، قلت لك بس لحد ما اجي من العمره كده هبقى اخدهم منك، فانت حطيتهم في بيتك وقفلت عليهم الدولاب وحفظت عليهم كويس قوي، من سوء الحظ واحد كسر الدولاب وسرقه سرقهم، يبقى انت مش ضامن، تعمل محضر في البوليس انك اتسرقت والدولاب اتكسر وبتاع، وتيجي تقول لي خلاص عوضك على الله، لان لو كانت عندك كنت هتسرق برضه، هو قدرها كده. طب افرض انك انت خدت مني ال 10,000 جنيه دي وشلتهم على ترابيزه السفره، العيال رايحه جايه بتلعب طول النهار، تبقى انت مقصر، تبقى تضمن لانك ما شلتهاش في حته امنه، لكن انت عملت الاحتياط وحطيتها في الدولاب وقفلت خلاص، تبقى انت يدك يد امانه، يبقى يدك يد امانه ما لم تقصر، فان قصرت تبقى يدك يد ضمان. واضح؟ هتيجي الحاجات دي كلها في البيوع والعقود، يعني مهمة العقود دي. ده نزلت آية اسمها آية العقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، زي ما أقول لك كده أقيموا الصلاة لازم تعرف العقود وأحكامها، وإلا هتاكل حرام بدون ما تشعر. فهمتني؟ ولو كلت حرام عبادتك مش هتقبل،
ولو عبادتك لم تقبل وبقى في حرام دخل جوفك، يبقى معناه هتيجي يوم القيامة عند الأنطرة مزنوق. ما الأنطرة دي بعد الصراط بين الجنة وبين الصراط، الصراط ده على ظهر جهنم كل الناس تعدي عليه. الحمد لله عدينا عليه، ربنا كرمنا بالإيمان والإسلام والإحسان والصلاة، حلو عدينا الحمد لله، والنبي واقف معانا بيشفع علينا، وحاجة جميلة عدينا وربنا نجانا. وقفنا هنا في حتة اسمها الأنطرة قبل باب الجنة بقى. الأنطرة دي واقف فيها مين؟ الخلق بقى، حقوق الخلق. الخلق مستنيينك، إذا كان في رحم أنت قطعته يمسك في خناقك، إذا كان في واحد خدت ماله بغير حق يمسك في خناقك، إذا غتبت إنسان يمسك في خناقك، أذيت إنسان كشرت في وشه أذيته ضربته عملته أهنته، كلهم واقفين لك عند الأنطرة بين باب الجنة وبين الصراط. بعد ما هتاخد نفس هتخش واقفين لك يا عم، واضح؟ فيبقى لازم تعرف العقود، وإلا هتلاقي نفسك عند الأنطرة موقفك وحش، فاهم؟ الناس يقول لك إيه ده لقطة، عقد لقطة اشتريتها الحمد لله بأرخص الأسعار وهي تساوي كذا، فهلاوي هاخد عند الأنطرة، الفهلاوي ده هيتزنق زنقة ما يعلم بيها إلا ربنا، مفيش فهلاوي، مفيش حاجة هتضيع عند الله أصلا. يقول لك يا سلام لقطة، كان بايع عربية ومستعجل وعقد عمل وفي ايده التذكرة وهيسافر بكرة ويبيع متعجل، خدتها بنص ثمنها، يا سلام هتيجي يوم القيامة تديله النص التاني يا أستاذ عند الأمطار، حسنات بقى. ما تفتكرش انك انت كده يعني بقيت. علشان كده سألوا أحد الأولياء الكبار في المغرب زمان، قالوا له احنا عايزين نتعلم التصوف، فألف لنا حاجة كده نتعلم بيها التصوف. فراح مألف لهم، كانت البلد دي تجار بيشتغلوا في التجارة، فراح مألف لهم كتاب في فقه البيوع. قالوا احنا عايزين تصوف، قال لهم ما هو التصوف مبدأه انك تاكل حلال الأول، فلازم يبقى أكلك حلال علشان تبقى عبادتك اللي هتعملها بعد كده مقبولة، وإلا تبقى مضيع وقتك قاعد بس الناس من طول النهار وتقول في اوراد وربنا معرض عنك. يبقى لازم الاكل الاول يبقى حلال، تعرفه حلال ازاي الا بانك ما تاخدش اموال غيرك بالباطل. يبقى معناه لازم تعرف العقود، اوفوا بالعقود. اول ايه في سوره المائده، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. الناس مقصره في الموضوع ده، كل الناس الشركاء ياكلوا بعضه ويخونوا بعضه، ما ينفعش. كل ده في الأنطرة هتتفرج عليه، يمسكوا برضو المسؤولية ويبقوا وزراء ويبقوا مش عارف ايه ويبقوا ايه، ويضيعوا حقوق الناس العامة، وكل واحد يدور على مصلحته. كل دول في الأنطرة، ما تقلقش، كله على الأنطرة. عشان كده كان زمان الناس يقولوا لبعض ايه، بقابلني عند الأنطرة لما يتظلم. انا كنت اسمع جدي يقول كده، ما كانش يرفع قضية على حد ولا يشتكي حد، يقول هيقابلني عند الأمطار إن شاء الله. أنا كنتش فاهم يعني إيه الأمطار، لما كبرت وقريت بقى عرفت الأمطار اللي كان يقصد دي. لأنه كانوا زمان أجدادنا دول كانوا علماء، معظم أجداد المصريين دول كانوا كلهم خريجين أزهر وحافظين قرآن وقارين الكتب وفاهمين الحاجات. إحنا اتربينا بطريقة غلط، اتربينا في إعلام غلط وفي حاجات غلط، وبقينا درويش كلنا نعبد كده بس بلا علم، نبيع ونشتري وبلا علم، ونتجوز وبلا علم. يبقى بيتجوز ويعاهد امام كل الناس اللي حاضرين ان يعاملها معامله حسنه، وبعد اسبوعين يرزعها علقه وتروح. طب ده انت كنت بتعاهد الناس امام الناس انك تعاملها كما ايه، على سنه الله ورسوله. طب سنه الله ورسوله تضربها وتفضحها عند الجيران؟ فين العهد اللي امام الناس ده؟ اوفوا بالعهود بالعقود. فتربنا غلط، فامين ان العباده ان انا اعمل عمره واصوم اثنين وخميس واجيب السبحه والبس جلابيه بيضة وسواك وبعد كده اعض الناس، ما ينفعش ما ينفعش، دي عباده غير مقبوله عند الله، فاهم؟ عشان كده اللي احنا بنقراه ده هو ده عين العباده بقى، علشان ايه؟ يبقى طعامك حلال، ما تاخدش اموال غيرك بالباطل، لان بدايه القبول ونظر الله للعبد انه ايه؟ انه بدنه لا ينبت من حرام، دي اولها كده، والا يقول له لا لبيك ولا سعديك، مش كده برضو الحكايه كده؟ فعلشان كده الابواب دي ابواب مهجوره، محدش بيقعد يتعلمها، يقعدوا يتعلموا نواقض الوضوء، يتعلم مبطلات الصلاه، يقعد يتعلم مش عارف ازاي يؤدي الزكاه،
هو يتعلمش ازاي يجمع المال اصلا من حلال قبل ما يؤدي زكاته؟ هل هو انت جمعته اصلا من حلال ولا لا؟ لان ادية الزكاة مش هتحلل المصدر، لو المصدر حرام مش هتنفع. فهمت ازاي؟ فلازم تعرف ازاي تحلل مالك وازاي تبقى حريص، لان في عبادة مهجورة اسمها ايه؟ تحري الحلال في الارزاق، تحري الحلال في الارزاق عبادة مهجورة. فلازم نرجع تاني نتحرى الحلال تاني، كل واحد يتحرى الحلال. فإذا أنفق أحدهما وتم البيع لغيره رجع عليه بما أنفق، وتحسب من العقد، أي إذا وقع الشرط فيه، فإن وقع بعده حسبت من الشروط من الشرط. فكان الأولى أن يقول المدة دي مدة الثلاث أيام تحسب من العقد ولا من إيه؟ من المفارقة بالأبدان. افرض احنا الاثنين قاعدين في فندق مع بعض في حجره واحده، واحنا اثنين تجار واتفقنا على عقد بيع وقاعدين ثلاث ايام، فالمفارقه بالابدان تمت بعد ثلاث ايام، لكن العقد تم في اليوم الاول، تتحسب مده الخيار دي اللي هي الثلاث ايام من اول العقد ولا عندما نغادر الغرفه؟ لا، من العقد. فهمت؟ تتحسب من العقد. وتحسب من العقد اي اذا وقع الشرط فيه، فان وقع بعده حسبت من الشرط. فكان الأولى أن يقول وتحسب من الشرط ليشمل الصورتين. إن إما افرض إن أنا بعد ما اتفقنا على العقد، بعد ما اتفقنا على العقد قلت له الشرط ده بعدها بمدة، بس المدة بسيطة يعني، في الحالة دي في الصورة دي تتحسب من إيه؟ من إعلامه بالشرط، تتحسب المدة. يبقى عندي صورتين، اما تتحسب من اعلامه بالشرط او تتحسب من العقد. واضح؟ دي الصورتين. قوله فلو زاد الخيار على الثلاثة. طب افرض ان انا اتصلت بيه بعد شهر، اشتريت منه العربية، جيت بعد شهر اتصلت بيه قلت له يا ده انا كنت بعمل لها الصيانة، قالوا لي انك غشيتني والعربية فيها شرخ في الشاسيه. بعد شهر ما ينفعش، بعد شهر دي ما ينفعش. فهمت؟ يبقى هنا بيتصل بيها بعد مدة اكتر. من حسن الاخلاق انك انت تقيله، اسمها اقالة، دي من حسن الخلق لكن مش واجب عليك. تقول له خلاص يا عم، من حسن الاخلاق والناس الحلوة اللي هو اسمه التعامل بالفضل مش بالعدل. في تعامل بالفضل ده اعلى، تعامل الاولياء بالفضل. يقول له يا سيدي اعتبر الوحش عندي، تعالى هات خد فلوسك مع السلامه يلا روح. ده ناس بتتعامل بالفضل، ده تعامل الناس الصالحين الكبار. لكن الناس العاديين اللي هم عوام اصحاب اليمين بيتعاملوا بالعدل. فهمتني ازاي؟ العدل يقول له ايه؟ يقول له لا، طالما زاد عن ثلاث ايام خلاص اشربها بقى، ويبقى كده انا مش ظالمه لا اظلمه. واضح؟ يبقى في معامله اسمها بالعدل ده الفقه، ومعامله اسمها بالفضل دي الولاية والصلاح والإحسان، والله يحب المحسنين. فهم؟ يبقى المسلمين درجات، ناس تحب تتعامل بالعدل لا ليها ولا عليها، وناس تحب تتعامل بالفضل، درجات إيمان مختلفة. أصحاب يمين مقربين حاجة تانية. شفت سيدنا رسول كان يتعامل بالفضل على طول صلى الله عليه وسلم، على طول تعاملاته كلها بالفضل صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يقول من ترك دينا فعلي وإلي، ومن ترك مالا فلورثته. شوف الحلاوة، يعني اللي يسيب دين أنا اللي هشيله له، أنا اللي هسدده عنه، واللي يسيب مال ورثته ياخده، يعني يشيل عيوبنا يشيل نقائصنا صلى الله عليه وسلم. ده تعامل بالفضل عالي لأنه رحمة للعالمين. فاللي ماشي على نهج هذا النبي الكريم عنده وراثة محمدية تلاقيه كده يتعامل بالفضل. الناس المصريين يقول لك ده راجل هلهلي، طيب يعني ما يهمكش يا عم، روح له بس هيديك فلوسك ما تقلقش، لانه ده اهو ده حلو عند الانطره، ده تلاقيه صاروخ ما عندوش مشاكل، يجي عند الانطره ما فيش مشاكل، نظيف سليم 100%، ده على طول. التانيين اللي بيتعاملوا بالعدل بقى ملطوط عند الانطره ملطوط، لان لو ربك عاملك بالعدل ما هيعاملك ربنا بطريقه معاملتك لخلقي. عملت الخلق بالعدل ربنا يعاملك بالعدل، عملت عباد بالفضل ربنا يعاملك بالفضل.
الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أحسن كما أحسن الله إليك، فهم؟ كما تدين وتدان. عايز تعامل الناس بالفضل يقوم ربنا يعاملك بالفضل. عارف الحديث في البخاري الرجل الذي لم يقدم عمل صالح قط، فربنا جاب له جابه في الحساب بيقول له انت عملت ايه؟ ما عملتش حاجه خالص. قال والله يا رب ما عملتش حاجه الا اني كنت اتاجر مع الناس وكنت اتجوز في 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 البيوع وفي ايه وفي الاثمان، ومن جاءني يعتذر اعذره وامده في الاجل. دي بس الحاجه الوحيده اللي كان بيعملها، يعني كان راجل سلس مع الناس، يدي له فلوس مش يقول له لا ويتكى كده ودي لا دي وحشه ودي بتاع وغير لي دي لا دي مش عجباني، لا اللي يدون ياخده، مقطع ماشي، سليم ماشي، جديد ماشي، يعني ايه بيتجاوز كده في ايه في العمله، اسمه يتجاوز في العمله، يقبلها وخلاص. وانه لما يكون داين واحد في حاجه ويجي يعتذر له يعذره يقول له خلاص مهله براحتك، يعني ينظر ايه ينظر المعسر. كل ده اللي عمله كده ما عملش خير تاني. فقام ربنا قال له ايه؟ قال له نحن اولى بالفضل منك، اذهب فقد غفرت لك. فهمت بقى؟ يبقى ربنا هيعامل العباد زي ما كانوا بيعاملوا العباد بعضهم ببعض. عشان كده يقول لك ايه؟ ان الخلق هم الايه؟ هم المدخل. يعني عايز تدخل على الله ادخل من خلال الخلق بالفضل، يقوم ربنا يدخلك. عايز تحجب عن الله عامل الخلق بالعدل مش بالظلم، عايز تعاقب عاملهم بالظلم. يبقى اللي عامل بالظلم يعاقب، واللي عامل بالعدل يحجب، واللي عامل بالفضل ينفذ. فهمت بقى؟ عشان كده ايه؟ ان الله يأمر بالعدل وايتاء ذي القربى والاحسان وايتاء ذي القربى. يبقى ربنا بيأمرك بالعدل مع غير المسلم، كويس؟ العدل مع غير المسلم، وإيتاء ذي القربى يعني التفضل مع القريب، والإحسان للمسلمين. إنما الوقت إحنا مش طايلين نتعامل بالعدل مع المسلمين أصلا، في حين إن العدل مطلوب مع غير المسلم لأن ربنا حرم الظلم. لكن المسلم ليه حق زائد، أتفضل بقى عليه، أعامله بالفضل، أتجاوز عنه، ده مسلم، ده حبيبي، ده أخويا. طب لو كان قولي قربى أكتر بقى، أكتر وأكتر. لكن الوقت الاخوات يقعدوا يقسموا الورث يقوموا ايه يقتلوا بعض، وهم اخوات يقتلوا بعض، لانه ناسي الايه دي اللي بيسمعها في كل خطبه جمعه. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. بغبغانات يا عم، حافظين القران لكن وقت الجد ناسيينه، بغبغان. فهمت؟ فرق كبير. ايوه، غير المسلم اتعامل معاه بس بالعدل، بالعدل كويس، ما تظلموش، لأن الظلم حرمه الله على نفسه وجعلته بينكم محرما، واتقي دعوة المظلوم ولو كان. افرض أنت عايز تتفضل مع الكل، ما النبي عامل الناس كلها بالكل لأنه رحمة للعالمين. لكن أنا بقول لك بدل ما أكلفك ما لا تطيق، يبقى على الأقل مع غير المسلم خليك بالعدل، ومع المسلم بالفضل. فهمت ازاي؟ بس على الأقل بس، واخد بالك؟ هي دي الحكاية. يبقى فلو زاد الخيار على الثلاثة تفريع على مفهوم الشرط المأخوذ من كلامه، وهو أن يكون الخيار ثلاثة أيام فأقل، وقد علمت مفاهيم باقي القيود. ولو كان المبيع، بيقول لك فلو زاد الخيار على الثلاثة بطل العقد، يبقى عقد باطل. يعني أنا اشترطت وقلت له في خلال شهر لو لقيت فيها عيب هردها لك، الشرط ده يبطل العقد، يقول له افتح الله، العقد ده باطل أصلا، ما ينفعش. واضح؟ ولو كان المبيع مما يفسد في المدة المشترطة بطل العقد. وكده نقف على الشرط الأخير اللي هو إيه؟ شرط العيب، اللي هو الرد بالعيب. يبقى اشتريت البضاعة، خدتها، استعملتها، لقيت فيها عيب يمنع من إنك أنت تستفيد بيها الفائدة المرجوة، يبقى في الحالة دي لك أن تردها بالعيب، بمجرد علمك بالعيب بدون مدة معلومة. واضح؟ يبقى مجرد علمك بالعيب بس. طب افرض انت عرفت العيب وما رديتهاش على طول، يبقى معناه رضيت. واضح؟ والله تعالى اعلى واعلم. ونقف عند هذا الحد، نكمل يوم الخميس القادم ان شاء الله. اللهم علمنا وفقهنا ونورنا بانوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يسر امورنا ويسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك املنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله.